السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم فيديو جديد عبارة عن تشيز كيك بارد وبدون فرن، واللي جديد معنا في القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. عندنا هنايا 3 المعالق ديال الزبدة دايبة، وعندنا 2 باكيات ديال هيرنيس بيسكوي هيرنيس، وعندنا بنانة. غادي نبداو نهرسو بسكويت ديالنا. غادي ناخد هاد الآلة، هي باش غادي نهرس البسكويت ديالنا. إلا بغيتو تطحنو في الطحان الكهربائي طحنو، أنا بغيت اليوم نصايب هاد الكيك بدون طحان كهربائي، كل شيء يدوي. غادي نستمر على هاد الشكل هذا حتى نسالي التراس ديال البسكويت ديالي. هنا من بعد ما تطحن معنا البسكويت مزيان، غادي ناخد واحد المعلقة وغادي نضيف 3 ديال المعالق ديال الزبدة. غادي نخلط مزيان. غنقي بنانة غادي ناخد فرشة وغادي نمعزها. غادي نضيفها على البسكويت وغادي نبدا نخلط حتى كتجمع معايا. هنا يمكن لي نستعمل يديا بعد ما صبح على هاد القوام هذا. غادي ناخد القوالب ديالي وغادي ندير فيهم البسكويت. هادو هما القوالب اللي صايبت من واحد القرعة ديال البلاستيك. نستمر على هذا الشكل حتى نسالي وندخلهم للثلاجة.
ندخلوهم للثلاجة. عندنا هنايا سيترة الحليب، معلقة الزبدة، عندنا فلون هادي ديال درهم، ثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة، جوج معالق ديال المايزينا. غادي نخلط المايزينا مع الحليب والفلون. غادي ناخد الفلون، غادي نحلها ونقص. غادي نخلطها مع المايزينا، غنزيد عليهم شوية الحليب باش يتخلطوا ليا مزيان. غادي نضيف السكر سنيدة مع الحليب، غادي نوضعهم فوق النار. غادي نبدا نخوي مايزينا والفلان. غادي نبدا نحرك مزيان باش ما يلصقش معايا الفلان في الكسرة. غادي ناخد ملعقة ديال الزبدة وغادي نضيفها. المايزينا والحليب والفلفل صافي حتى عقدات معايا. غادي نطفي عليها. من بعد ما خرجت البيسكوي من الكونجيلاتور غادي نبدا نعمر هاد القوالب على هاد الشكل هذا حتى نسالي ندخلهم للثلاجة. هنا غناخدو مقادير الكراميل، كاس ديال سنيدة، خمس مربعات ديال الشوكولا، ملعقة الزبدة وكاس ديال الماء. غادي نديرو كاس ديال السكر في كاسرون وغنوضعو فوق النار متوسطة حتى يدوب معنا السكر. غادي نبدا نحركو. هنا غنضيفو كاس ديال الماء ونستمرو في التحريك. واخا يتكور معانا نستمرو في التحريك، غنضيفو ملعقة ديال الزبدة. نستمرو في التحريك. غنضيف خمسة ديال القطع ديال الشكلاط، مربعات الشكلاط ديال ربع دريال. صافي هنا وجد معنا الكراميل ديالنا. هنا غادي نحضروا الكريمه ديالنا. ناخذوا 4 المعالق ديال كريم شانتيي، وكاس ديال الماء يكون في الثلاجه بارد. وغنستمر في التحرك. هنا غادي نطلعها غير بيديا، لان قلت لكم انني غنصاوب هاد التشيز كيك ما غاديش نستعمل الطحانات الكهربائيه نهائيا. هدا غادي نستعمل غير يدي، غير تطرب ليا داوي. غادي نستمر في التطراب، كتاخد معايا شي 5 دقائق ديال الوقت فاش كتطلع لينا هاد الكريم. هنا وجدت لينا الكريمة. غادي نضيفها على القوالب على هذا الشكل هذا ونستمر حتى نكمل القوالب اللي عندي. هذا هو الكراميل من بعد ما عقد ورشت صباح على هذا القوام هذا. غادي نزينو بيه، غنحيدو القوالب من التشيز كيك ديالنا، غادي نديرو في طبق ديال التقديم.
زينة بالكراميل على هذا الشكل هذا. استمر في التزيين على هذا الشكل هذا. كنزينو بواحد البنانة كنقطعها طريفات. كنقطعها طريفات على هذا الشكل وكنوضعها فوق تشيز كيك ديالنا. دابا كندكر عليه شويه ديال الموز مهرمش وكيصبح على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كندوقو كيجي رائع بارد ومنعش. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو شهية طيبة. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.